حاجه يعني من اول ماتش متعودين فيلافي يقعد سنه عقبال ما قلنا بدايه موفقه جدا. الاهلي بدايته يعني تخوف كل الانديه بما فيها الزمالك. لا بدايته كويسه جدا, بدايه تخوف قويه جدا كل الانديه بما فيها الزمالك. لا تخوف اي فرقه, لا بصراحه بدايه كويسه قوي, بدايه من فتره ما شفناش الاهلي في بدايته كده. رغم الموسم اللي فات الاهلي بادئ كويس قوي في اول 5-6 ماتشات ولا 7 ماتشات كان بادئ كويس قوي, بيكسبها مكسب على طول كده. لكن السنه دي ليهم شكل تاني غريب, بتحس بيكسب بسهوله جدا, بيجيب جوان بسهوله جدا, برده لعيب لسه جاي في افريقيا ويبدا بهدفين في اول ماتش, بيديه ثقه عاليه قوي. احمد عبد القادر بيظهر بشكل مميز مثلا جداً. لا وجاب جون ايه ميكسوني يعني جاب احمد القادر جاب جون لعيب كوره, لعيب كوره معلمين وقف عليها ورقص واستنى. لا ده لعيب تقيل كمان, لعيب عالي قوي. لا يعني نزل غيار كمان مش لعيب اساسي. لا وتحس انه لعيب اساسي في الفرقه, ما تحسش ان هو بعيد عن عن الملعب, عنده ثقه وعنده جدا. لا ادى كانه بيلعب في سموحه. الاهلي انا كنت قاعد اتفرج مع حد حبيبي فقلت له ادى كانه بيلعب في سموحه, شال من دماغه خالص الاهلي الضغط اللي الضغط الفانيلا. طبعا كهربا مشكلته ايه؟ ضغط الفانيلا فعلا. امال ايه؟ مش كهربا بس على فكره, لعيبه كتير. طاهر محمد طاهر ضغط لعيبه كتير لان هو كان بيلعب في المقاولين مثلا. الفانيلا حاسس ان ايه؟ حاسس بيها, مفيش ضغط عليه. انا كل الناس بتخدم عليا انما في النادي الاهلي لا, حاسب الدقيقه اللي هتلعبها بحساب. كابتن مصطفى ليه احنا ما حسيناش امبارح بطرد اليو ديانج؟ الفرقه واقفه على رجليها كويس قوي, الفرقه مفيش, مش عايز اقول لك ما تحسش ان هم لا ده جاهزين كويس قوي, فبالتالي طبيعي ان انت ما حسيتش بيهم, ما حسيتش بالطرد. وبعدين هو برده كان موسيماني بيلعب بثلاثه ديفندر في نص الملعب, فلما اطرد برده ما حسيتش ان اطرد. ليه؟ لان في اتنين برده موجودين زي ما هم. لا وكانت النتيجه كام؟ والنتيجه كام؟ 4. كان موضوع لا كانت نتيجه 3 على مظبوط 3 تقريبا. كان نتيجه 3 فالاهلي راكب الماتش كده 3 دي يعني انت الفرقه اللي قدامك خلصت. انت عارف انا لما تيجي اقول للاعيبتي ايه النتيجه 2-0 فاقول لهم ايه؟ عزقت للماتش. بالظبط لما اقول لهم عزقت الماتش يعني انا عايز التالت. بس فلما انت بتلعب التالت اتطرد منك لعيب اتنين الفرقه اتنين بتبقى انت لسه قريب, لو جاب جون يبقى 2-1. بس لازم نشيل الاستثناء, لازم نشيل الاستثناء حسام حسن والاتحاد من الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده, لان ده فيه اخطاء فادحه في الماتش دوت. يعني في رومنتادا كبيره جدا وناس صاحيه وناس مركزه قوي وناس بتنام. واحد بيعمل تغييرات, واحد بيروح للجون, واحد محط الفرقه في نص الملعب, واحد ضغط الناس, وفرقه تانية انت عارف ايه عماله تاخد 1 2 دقيقه 71 والنتيجه 4-1. يعني فاضل بالظبط 19 دقيقة جاب 3 اجوان 19 دقيقة اخش فيك 3 اجوان يبقى انت قاعد مش شايف الملعب ازاي. فين يعني انا وانا بتفرج لو سموحة فرقتي بقول ايه؟ لازم اضغط من قدام من على المساك بتاع حسام حسن. المساك بتاع حسام حسن الاثنين مساكين بيلعبوا على الدايرة بتاع السنتر من قدام, المهاجمين بتوع سموحة على قوس ال 18. طب ايه؟ لا لازم اطلع اتنين على الطرف وكده العبوا في ظهر الاتنين المتقدمين دول اجبرهم يرجعوا تاني. انما انا بطلت جون واتنين وتلاته وفين لو في دقيقتين كمان يخش اقصى الماتش وانا كسبان 4-1. لا في اخطاء تكتيكيه فظيعه.